سيارة خاصة لجزيرة بكلان، وهذا شيخ الجزيرة، ويوجد بها سكان، ويوجد بها من خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة. نحن مكلفون من فخامة رئيس الجمهورية لتفقد أحوال الجيش وأيضا المواطنين في هذه الجزيرة، وفخامة الرئيس القائد دكتور رشاد العليمي حريص كل الحرص على تفقد يعني أحوال المواطنين. ومعنا الأخ المحافظ رئيس السلطة المحلية في المحافظة، والأخوها الوكلاء وقائد المنطقة، والأخ الوياسر المجلي. نحن في الزيارة هذه حريصين كل الحرص على أن نرجع بحصيلة وتقرير نرفعها لفخامة الرئيس من أجل يعني حل بعض المصاعب والمشاكل أمام المواطنين الساكنين في الجزيرة. كلها هذه الجزر يعني إذا لم يكن فيها ما هو للسكان ففيها من القوات البحرية اليمنية حماية لها. حكومتنا وقيادتنا السياسية والعسكرية حريصين كل الحرص على تقديم العون والمساعدة لكل يعني المواطنين ولا كل منتسبي القوات المسلحة اليمنية. شكرا للأخ المحافظ، وشكرا للأخ قائد المنطقة، وللأخوة الوكلاء وللسلطة المحلية. اليوم في زيارة توقيتية لميناء ميدي، هذا الميناء الاستراتيجي والاقتصادي الهام الذي يطل على المياه الإقليمية الدولية. كنا في زيارة برفقة معالي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، ومحافظ محافظة حجة، قائد محور علبة اللواء ياسر المجلي، والعديد من القادة. زيارة توقيتية للتشكيل البحري في نطاق المنطقة العسكرية الخامسة. هذا التشكيل البحري الذي يطل على نطاق بحري واسع يمتد حوالي قرابة 97 ميل بحري. هذا التشكيل البحري الذي يلم حوالي 30 جزيرة. 30 الجزيرة هذه يسيطر عليها التشكيل البحري. التشكيل البحري نشكرهم شكرا جزيلا على كل ما يقومون به، على الكفاءة العالية والكفاءة القتالية العالية التي يقومون بها في حماية المياه الإقليمية الدولية.